نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. جاء إلي واحد في المكتب مرتبش وقال لي أنا سافرت للدراسة وسكنت في عمارة وكان بجواري رجل وزوجته، فجلست في هذه العمارة 4 سنوات، وفي بداية الوقت راقبت هذا الرجل يعني روحاته وجياته وهذا، يقول حتى أني عملت علاقة مع هذه المرأة. يقول طول 4 سنين وعلاقتي ماشية معها في الأوقات اللي يغيب فيها الزوج. يقول تخرجت، يقول يوم تخرجت وجيت يقول وأفتش لي عن بيت دين، فظهر بذات الدين، يقول ولقيت، يقول تزوجت وسكنت بعمارة، يقول ولا بجنبي 5 كلهم عزاب، يقول 5 ساكنون في شقة مجاورين للشقة إلا أنا ساكن فيها، يقول ما يعملون علاقة مع زوجتي إلى الآن. ويقول وش المخرج؟ قلت يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا تعف نساؤكم، فأنت السبب وهذه عقوبة من الله جل وعلا، فالشيء اللي أنت تبي تعمله مع محارم الناس سيعمل مع محارمك شئت أو أبيت. فالإنسان يتق الله يكف بصره، وإذا كان وده يتزوج يأخذ 1، 2، 3، 4 الله يقوي، لكن كون إنه يصير مفتون في النظر إلى نساء الناس وبعدين يصير يعني يأثم من جهة ويعاقب أيضا في محارمه من جهة أخرى، لا يتق الله. نعم.